في الأفلام السينمائية والكارتون كنا نشاهد عملية التنويم المغناطيسي، لكنها اليوم أصبحت طريقة تستخدم لسرقة المواطنين في بابل. جماعة طبوا عليه للمحل 3 أشخاص، سلموا على بس حط ايده هنا، بعد انا كل شيء ما ادري بالوضعيه. يواجه العراقيون وبالاخص اصحاب المحل والصيرفات اسلوبا جديدا للسرقه او ما يسمى بالتنويم المغناطيسي. التقيت باحد المواطنين في بابل تعرض للسرقه بهذه الطريقه. استاذ عمار، نزلوا علي 3 من السياره اشخاص، سلموا علي عليكم السلام، قالوا تكرم ردنا نعال 45، واحد معدهم قاعد يمي، قاعد يمي، فهذا الشخص الثاني واقف هناك، فقال له ما نبيع لك شو اسمه، ما نشتري النعال الا يشتري الغنم، فانا ضحكت، كان يكمشني من هنا، فمكم قاعد بصفه؟ اي قاعد منا كمشني، بس كمشني بعد ما فقدت الوعي كل شيء، يعني شيء يقول لي، اقول له اي، فقال لي هذا الغنم نبيع لك اياه يلا، فقلت له يلا ما يخالف، انا شلون اسق اللي يجيب لي 800,000. نبيع لك يا رحت للبيت، طبيت البيت، جبت لي فلوس اعطيتها اياه، حسبت له 800، فمن راح ورا 10 دقائق هيك يلا حسيت بالموضوع، انا شنو سوي شنو اعطيته. احمد اخو الضحيه الذي تعرض للسرقه تحدث عن تعرضه للتنويم المغناطيسي بعد مصافحته لاحد افراد هذه العصابه. جيت وقفت هنا، لقيتهم متفقين ويا اخويا، واخويا مطيهم الفلوس، وعلى حسب اللي وصل كامل التفاصيل. جيت اعترضت انت؟ انا اريد اعتذر على اخوي، اريد اعترض العفو، اريد اقول له ليش اعطيت الفلوس وهاي. قبل هو مد ايده وسلم عليه، اول ما سلم عليه تغيرت كل التفاصيل عندي. ايش سويت وراها؟ قمت اساعدهم. شو يقولوا له؟ ساعدهم، جيب مي للغنم، نزلوا الغنم حشت سامع، جبت طببت جوا، جبت مي. هذا الامر اثار الرعب لدى العائله وساكني منطقه حي الامام وسط الحله، مناشدين بذات الوقت الجهات المختصه بالتدخل، والا قد يصل الامر الى ما لا يحمد عقباه. ناشد قياده شرطه محافظه بابل وناشد السيد النائب ياسر اسكندر روتويت انه يقوم بمتابعه هذا الموضوع شخصيا، لانه الموضوع بدا يتكرر اكثر من حاله، تكرر في شارع كربلاء وايضا تكرر في شارع 80. كلش يعني خطر على المواطن، احتمال راح تتكرر بعد بشغلات انه اسوأ واسوأ راح تتكرر، يعني مو بموضوع انه بيع وشراء، راح توصل للمنازل للاعراض العالم. لقناة دجلة عمار الطائي بابل.